لا ينسى أحد هذا الفضل الكبير للشهيد سليماني بما قدمه للقضية الفلسطينية وللمقاومة الفلسطينية. قبل حوالي 6 أعوام من الآن أو 7 أعوام ربما، كانت هناك معركة ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ومعركة عدوانية كبيرة مارس الاحتلال فيها كل أشكال العدوان على أبناء شعبنا الفلسطيني. أنتم نقلتم جزء من مقتطفات رسالة أوصلها القائد الكبير قاسم سليماني إلى المقاومة الفلسطينية وإلى جمهور أبناء شعبنا الفلسطيني. الذي ينتقي والذي يطلع على هذه الرسالة يشاهد كيف انتقى هذه الكلمات التي تعبر عن روح مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وكيف تعبر عن وحدة الحال هذه التي بينه وبين المقاومة الفلسطينية، وأيضا على مستوى الهم والجرح الذي أصابه مما أصاب الشعب الفلسطيني من لأواء ومن إجرام جراء هذا العدوان الذي مارسه الاحتلال على شعبنا في حرب لا أبقت ولا أذرت، بالمعنى لا تبقي ولا تذر. اليوم نستطيع أن نقول أن الشعب الفلسطيني لديه قاعدة تقول أن الاستراتيجية التي اتبعها الشهيد قاسم سليماني مع القضية الفلسطينية نادرة جدا على مستوى الزعامات والقيادات والأطر على مستوى الوطن العربي ككل. وبالتالي شعب فلسطين دائما هذا الشعب الذي فطرته تعول وإلى القدس وإلى روح وإلى هذا الطريق الممتد من كل البقاع العربية نحو القدس، وكان يؤصل هذا الطريق الشهيد قاسم سليماني. وبالتالي شعبنا الفلسطيني ممنون لهذا الدعم الكبير الذي قدمه الشهيد قاسم سليماني لشعبنا ولمقاومتنا ولقضيتنا ولمواكبته كل التفاصيل المتعلقة بالعمل المقاوم.